سوري كيما كنت ساعه قادر نعمل الفيديو في فيديو جديد. في هذا الفيديو خاوتي جينا نهضروا على القضيه اللي اثارت ضجه كبيره مواقع التواصل الاجتماعي، على القضيه التي الان رائجه على مواقع التواصل الاجتماعي، قضيه الجزائر جميعا، قضيه الشعب الجزائري عامه. نعم قضيه هي القضيه التي كل الشعب الجزائري يريدها، هي العداله لجمال بن اسماعيل. نعم كل الشعب الجزائري يريد العداله لهذا الشاب المغدور الذي تم غدره في تيزي وزو، جاء ليساعد تم غدره، ولكن هذه الشباب التي قامت بغدره حسبي الله ونعم الوكيل فيهم وربي يديهم. نعم هاد الشباب حبوا يفرقوا بين الشعب الجزائري، حبوا ينحوا الوحدة الجزائرية والتي يعاقب عليها القانون ويعاقب عليها الدستور. نعم الشعب الجزائري سيبقى يد واحدة، الشعب الجزائري سيبقى متوحد، لا فرق بين شاوي ولا عربي ولا قبائلي، كلنا ابن الوطن الواحد، كلنا ابن الجزائر، كلنا تحملنا ارض واحده وام واحده الا وهي الجزائر. نعم ليكيب كل الشعب الجزائري يريد العداله لهذا الشخص. راح نوريكم واحد الفيديو للوحوش اللي حرقت هذا الشخص، وجوه الوحوش التي قامت بحرق جمال بن اسماعيل ابن الجزائر. نعم ابن الشعب انه ابن الشعب الجزائري عامه. راح نوريكم هذه الوحوش، وجوه الوحوش التي قامت بحرق هذا الشاب المغدور. شوفوا خاوتي وراح نوريكم، وبارطاجوا الفيديو باه كاع الشعب الجزائري يعرفوا جاهلهم، وشوف العداله وجاهليه الاشخاص هذول. بارطاجي خاوتي الفيديو وشوفوا خاوتي وشوف بعض من الوحوش التي قامت بحرق هذا الشخص. شوفوا خاوتي بعد ما شفتوا خاوتي الفيديو. نعم هذه القضية كبرت، هذه القضية شات، هذه القضية كل خطرة يخرج فيها شخص، شخص مور شخص، شخص مور شخص. والحمد لله العدالة راح تاخذ مجراها، العدالة تاخذ مجراها، راح تعاقب كل من قام بهذا الفعل. نعم هذا الفعل تعاقب عليه الأمم المتحدة، تعاقب عليه. نعم هذا الفعل فعل شنيع جدا خاوتي، ما نقبلوه كدين، ما نقبلوه كأمة، ما نقبلوه ك هذا الفعل شنيع جدا جدا جدا. كافر ما يقدرش يديرو الواحد كافر كيفو، ماشي مسلم يديرو المسلم. نعم خاوتي هذوك الوحوش لا يمثلون ابدا الشعب القبائلي، ابدا 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 ما يمثلوش الشعب القبائلي. هذيك الوحوش خاوتي لا تمثل ابدا ابن تيزي وزو بجايه، لا يمثلوهم ابدا، لا يمثلوهم. وراكم كما شفتوا في الفيديو ابن تيزي وزو مشاو الوالد جمال بن اسماعيل وطلبوا الاعتذار، وراحوا لمدينته وطلبوا منهم الاعتذار، لانهم لا يمثلونهم ابدا ذلك الوحوش، لا يمثلونهم. نقولها ونعاودها، نعم ابناء تيزي وزو ابدا ابدا ما يمثلونش هذوك الوحوش اللي قاموا بغدر جمال بن اسماعيل، ابدا 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 خاوتي. والجزائر تبقى يد واحده، تبقى شعب واحد، وتبقى الجزائر هي امنا. نعم التي تحملنا، لا فرق بين عربي ولا اعجمي. نعم خاوتي دي في القران ذكرت، ماشي انا اللي راح نقولها لكم. نعم ليكيب للي فتنا خاوتي، للي فتنا للي فتنا، وان شاء الله العداله تاخذ مجراها، وان شاء الله يتحاسبوا هذ الوحوش اللي قاموا بحرق جمال بن اسماعيل. وشوفوا خاوتي خاوتي بعض الصور لهذوك الوحوش اللي قامت بغادر جمال بن اسماعيل الوليد. بعد ما خاوتي الفيديو اللي راه منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي، المهم ليكي بارطاجوا هذا الفيديو، بارطاجوا بارطاجوا بارطاجي بارطاجي مع صحابك، بارطاجي في الجروبات، وبارطاجي في انستغرام، بارطاجي في جميع مواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساش لايك وابوني، وما تنساش تفعل زر التنبيهات ليصل كل جديد. والسلام عليكم، بيس.